في ملء الزمان جاء حب الله للانسان ملء الزمان عندما اكتمل كل شيء في الوقت المعين لا قبل ولا بعد بالضبط في التوقيت المناسب ولد يسوع المسيح كما بشر الرعاه ها انا ذا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فعلا هذا الحب ظهر من خلال يسوع المسيح الله محبة وهذه المحبة مش شيء جديد على الإنسان لكن ما كانتش في الإعلان الكامل مثل ما جاء يسوع بهذا الإعلام أعلن أنه هو المحبة المتجسد. في ملء الزمان ظهر حب الله باعلان واضح من خلال يسوع المسيح. واية محبة انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. ثم يقول ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه في ملء الزمان في ولاده يسوع المسيح ظهر حب الله للانسان من خلال شخص الكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا نعمة وحقا جاء لكي فعلا يحقق كل تطلعات الأنبياء قديما وكل تطلعات البشرية كما كتب الرسول بطرس الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة لأجلكم بطرس الأولى صحاح الأول جاء مشتهى كل الأمم جاء مخلص العالم جاء نور للامم الجالسين في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور جاء رجاء الامم وعلى اسمه يكون رجاء الامم جاء رئيس السلام ملك السلام اله السلام بل جاء سلامنا يسوع المسيح لقد جاء عمانوئيل الله معنا وفعلا من اللحظه اللي تمت فيه النبوه انه يسوع يدعى اسمه يسوع هذا الاسم اسم يسوع المخلص بيعني يهوى يخلص لكن اللقب عمانوئيل وهذا عمل وحدث انه الله معنا مش بيظهر كما في العهد القديم من خلال خيمه الاجتماع أو قدس الأقداس مجد الرب كان يحل من فترة إلى فك فترة أو بيتكلم من مكان حضور الله أو عندما صار مع الشعب في البرية لكن مكتوب رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا عما نؤيل الله معنا إلى آخر شيء لما الرب أعطى الوصية العظمى قال ها أنا معكم كل الأيام والى انقضاء الدهر حقا في ملء الزمان جاء عمانوئيل الله معنا لقد جاء الملك ليؤسس ملكوت جديد مملكه لا تزول مملكه لا تنتهي مملكه لا تنقرض جاء ليكلمنا من خلال الابن كلمه الله وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جاء في ملء الزمان ربنا يسوع المسيح ليقدم لك الخلاص الكامل في هذا العيد احبائي دعونا نمجده دعونا نسبحه دعونا نعظمه لقد جاء المخلص ليخلص من الخطيه وكل من يأتي إليه لابد أن ينال الحياة الأبدية هل تريد الحياة الأبدية؟ صلي قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أشكرك لأنك مت على الصليب من أجل خطاياي وقمت من الأموات لأجل تبريري يا رب أنا بدعوك إلى حياتي بسلمك قلبي سامحني وطهرني من كل إثم واغسلني بدمك الكريم وانا بقبلك الان كرب ومخلص في اسم المسيح يسوع امين اذا صليت شارك ايضا مع الاخرين واعمل شير ولايك حتى تعم الفايده لاكبر عدد ممكن والرب يباركك